المعمول. المعمول زيه زي الكحك بالظبط، بس دايما في الشام وفي الخليج بيروحوا للمعمول بتوابل المعمول، فقلت نغير ونعمل معمول لان انا بحبه جدا بصراحه. وبما اننا عندنا تمر، فالتمر بالمعمول، المعمول بالتمر بيبقى فظيع. اقول لكم بقى المقادير. مقاديري عباره عن ايه؟ نص كيلو من الدقيق، 100 جرام من الزبده، 150 جرام من السمنه، معلقه كبيره ماء زهر، ممكن يبقى موارد، معلقه كبيره بهارات المعمول، نص كوبايه من السكر الباودر، معلقتين كبار لبن باودر، ونقدر نعجن بميه او بلبن، نص كوبايه ميه او 3 ارباع كوبايه حليب برضو على حسب، يعني من نص كوبايه ميه ل 3 ارباع او من نص كوبايه حليب ل 3 ارباع، يعني على حسب هتلم معاكي ازاي. هو كده كده الحليب بيتشرب، الدقيق بيتشرب الحليب بسرعه. معلقه صغيره جدا من الخميره، ممكن كمان ما نحطش خميره عادي جدا. عندنا كمان لبن باودر نقدر نحطه او نشيله من الوصفه، مفيش مشكله. الحليب هحط عليه الخميره كده والسكر كده، هحط كمان اللبن الباودر بالشكل ده. طب ايه الفرق بين ان انا اعجن بميه او اعجن بحليب؟ بيفرق في اللون. اول حاجه لون اللي باللبن بيكون احلى شويه، انا بحس كده يعني. اللي بالميه بيكون نفس الملمس، الاتنين نفس الملمس والنعومه مفيش مشكله، بس انا بحس انه اللي بالحليب لونه احلى. وطبعا في الغناوه دي بتاعه ان انا عجنه بلبن بيبقى الطعم باين يعني. دوبت السكر مع اللبن مع اللبن الباودر وسبتهم على جنب. خدوا بالكم الخميره مش كتير، معلقه صغيره جدا وممسوحه. نحط الدقيق بالشكل ده. في المعمول بتاع اللي احنا متعودين ان احنا نعمله بالسميد، بدقيق السميد، وفي معمول بيتعمل بالطحين زي ما بيقولوا، او الدقيق فقط الدقيق الابيض، او الميكس ما بين نص دقيق ونص دقيق سميد. دقيق السميد بيخليه مقرقش شويه، في قرشه، ده ناعم جدا. اللي ما بيحبش السميد، يعني انا لما عملته مثلا في ناس ما عجبهاش، يعني ناس صحابي ضاقوا اللي بالسميد قالوا لي لا بس خشن شويه، مش متعودين ان الكحك يبقى كده. يا جماعه ده مش كحك، ده حاجه تانية. بلس حاجه مهمه جدا، احنا ما عندناش دقيق الفرخه او دقيق السميد الناعم قوي اللي ممكن نعمل بيه المعمول ويبقى ناعم شويه، يعني مش خشن قوي كده. احنا دقيق البسبوسه اللي عندنا الى حد ما خشن شويه، فعشان كده بتطلع المعموله مننا خشنه شويتين ثلاثه. فاخترت ان انا اعمل لكم اللي بالدقيق العادي علشان يبقى اسهل وابقى ضامنه ان كل الناس هتحبه. هحط بهارات المعمول، وبهارات المعمول دي بنشتريها جاهزه. ممكن نحط محلب وممكن ما نحطش اي حاجه خالص. ادي الدقيق على بهارات المعمول، ننزل بالسمنه والزبده. كل ما كانت جوده السمنه والزبده حلوين، كل ما كانت المعموله نفسها حلوه قوي. زبده الحلويات هايله مع المعمول، يعني ممكن تعملي زبده بس. نبس بقى كده، نلم كل السمنة ونفرك. طبعا مع الكميات الكبيرة الكلام ده بياخد وقت طويل، فحاولي تعملي كيلو كيلو. نطمن كده ان السمنة وان
الزبده، الدقيق وصل كده في كل مكان. زي الفل. عارفين لو بالسميد بقى بياخد وقت اطول، وممكن اسيبه ليله كمان على الحاله دي يعني، وممكن اعجن العجينه كلها واسيبها وتاني يوم اشتغل فيها. بس الخطوه دي من قبل بيوم بتبقى هايله. نبتدي بقى نحط ايه الحليب كده ونعجن. مهم برضو ان ايه كل حاجة تبقى باردة ساقعة، يعني بلاش تبقى في اي حاجة سخنة، علشان كل ما العجينة بتاعتك تبقى باردة كل ما ظبطت معاكي اكتر. حبة حبة بننزل كده ونشرب العجين، كده كده هيشرب معانا. المهم اوصل للقوام المظبوط. الكحكايه دي كحكايه جميله جدا وناعمه وهايله، وبهارات المعمول هتلاقوها بتتباع في السوبر ماركت. كل ما يتشرب كل ما بنزل باللبن تاني او بالميه. بص بيشرب ازاي. حاضر، نحط تاني. بنستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، بيبقى كويس قوي معانا. ندخل العجينه اللي عملناها للمعمول التلاجه. اول ما العجينه تلم معانا ندخلها التلاجه، نقعدها ساعه واحده بس تبرد كويس قوي، تطلع معانا تبقى بالشكل ده. نبتدي نعملها كور، نكور كده. طبعا بنجهز الحشوه بتاعتنا، حشوه التمر بنحط عليها زبده وقرفه لو انتوا حابين، ممكن كمان تحطوا البهارات بتاعت المعمول او المظهر او المورد. بعمل الكور كده، وبعدين باخد العجين الكور بتاعت الحشو بتاعت التمر برضو كله عاملاه كور، واقفل كويس كده كأني بحشيها بالشكل ده. اخد بقى القوالب بتاعت المعمول، نعمل كده. انا طبعا لازم نبدرها الاول بدقيق، فنبدرها بالدقيق ونشكل بالشكل ده. ناس كتير قوي بتسألني عليهم، منين هتلاقوهم؟ في باب الشعرية. انا كنت جايبة من تركيا الحقيقة، بس دلوقتي موجودين في محلات بيع اهو ده الشكل، بيع منتجات ولوازم الكيك، وموجودين باشكال اكتر في باب الشعرية. ننزل كده كل الدقيق اللي هنا، وناخد من الكورة ونعمل كده. طبعا بنغير الاشكال زي ما نحب. نقفل كويس كويس كويس.
معلش بقعد اعمل كده اهو، ده الشكل. بصوا حلوة قوي. نعمل شكل تاني. طبعا المعمول بيتعمل بحشوات مختلفة، حشوة الجوز، حشوة الفستق، وحشوة التمر. وعايزة اقول لكم ان كل شكل من الاشكال دي ليه حشوة معينة، بس بما اننا النهاردة عاملين بحشوة التمر فهنحشي بكل الاشكال تمر عادي جدا. يلا الشكل ده حلو قوي. حاضر نعمل واحدة كمان ونختم على طول. هيدخل الفرن، هنشغل الفرن على الشواية وعلى الفرن العادي، يعني هنشغله فوق وتحت. تمام؟ هيقعد قد ايه؟ هيقعد حوالي 10 دقايق او 8 دقايق، فنراقبه برضو كده علشان ناخد بالنا ما يتحرقش، ما ياخدش لون بزيادة، لان هو لونه فاتح. ولو عرفنا ندخل الصاجات، انا كنت مدخلة الصاجة دي قبل ما نحطها في الفرن، يعني انا لسه ما حطيتهاش في الفرن مش هلحق احطها. هوريكم اللي استوى، ادي اللي استوى اهو، خليه برضو تشوفوه. وادي اللون، يعني عايزه اوريكم اللون من تحت كده كمان، يعني ممكن يكون مستوي زياده، انا بحبه شويه مستوي زياده، ما بحبوش فاتح قوي، بس تقدروا تخلوه افتح من كده يبقى الطف، مفيش اي مشكله من ان هو يبقى افتح من كده شويه. هندخله الفرن على درجة حرارة 170، هنسيبه لمدة 10 دقايق، بس قبل العشر دقايق نفتح نبص، لو لقيناه غير اللون من تحت هنفتح الشواية من فوق، لو احنا مش بنفتح الاتنين مع بعض. لو فاتحين الاتنين مع بعض طبعا بنراقبه كويس جدا علشان ما ياخدش لون بزيادة من فوق خصوصاً.